انا الخناقه اكبر مني الله يرحمه. عموما بينضم لي على التليفون الاستاذ مؤمن عزوز عضو لجنه الصناعه والطاقه. استاذ مؤمن اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. الحوار بيدور حوالين معلومات شديده الخطوره تدور حول منجم السكري، ايه اللي الناس ما تعرفوش بخصوص منجم السكري؟ والله يعني اولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله. منجم السكري يعني احنا عن في دلوقتي يعني زي ما بيقولوا على كل لسان والشائعات كثرت حواليه، احنا محتاجين ان اداره المنجم واداره الشركه هناك تقول لنا بالظبط ايه العقود المبرمه وايه الانتاج ده كله بيروح فين ونصيبنا فين ونصيب البلد فين. لكن ما ينفعش ان احنا يبقى عندنا منجم ده وما احناش عارفين اصلا هو بيروح فين، مين اللي بياخده، بيطلع قد ايه وبيروح لمين. ولكن كنت اتوقع ان السؤال يذهب لوزير الصناعه الحالي اكيد في ملفات. ما طبعا حضرتك انا بالفعل مقدم طلب احاطه حوالين الموضوع وان شاء الله بطالب باللجنه ان شاء الله تعمل زياره للمنجم وتعرف عنه كل المعلومات وكل الامور المبرمه او كل الفئات المبرمه بخصوص الموضوع يعني ان شاء الله. الموضوع سري للدرجه دي؟ يعني ما فيش معلومات بيه؟ لا الموضوع مش سري. اصل حضرتك انت دلوقتي يعني احنا في اسرار عادة بنشوفها كل يوم والتاني. أيوة. يعني موضوع حسين سالم في البترول والغاز اللي احنا بنشوفه وكل يوم بتتجدد امور ما كانتش كانت خافيه عن الشعب. يعني احنا دلوقتي كل يوم بنكتشف امر جديد. فبالتالي منجم السكري دلوقتي كل الشكوك بتدور حواليه. انا مش عايز اتهم حد معين، لكن انا ان شاء الله احنا يعني هطالب اللجنه بزياره للمنجم ونعرف بالظبط ايه بتستخرج قد ايه وبيروح فين وحصه البلد فيها قد ايه وكل الامور دي لازم تبقى للشعب ان شاء الله بعد الثوره المباركه. يعني تتوقع ده يتم خلال قد ايه يا استاذ مؤمن؟ ان شاء الله ان شاء الله انا هضغط جامد في خلال اللجنه. احنا يمكن عاملين زياره الاسبوع القادم الضبعه، وانت عارف مشروع الضبع برضه مشروع حيوي كبير قوي ويهم الشعب المصري طبعًا كله. طبعا فان شاء الله انا يعني بالاتفاق مع السيد المهندس رئيس اللجنه واعضاء اللجنه كلهم ان شاء الله هنحط خطه ان يكون منجم السكري على راس اولوياتنا، والزياره القادمه بعد موضوع الضبع ان شاء الله تكون السكري باذن الله. استاذ مؤمن وان شاء الله اتوقع ده ان شاء الله ان شاء الله يعني في خلال شهر شهر ونص شهرين بكثيره باذن الله يكون تم يعني. طيب على الاقل المستندات قبل الزياره، يعني على الاقل وزاره الصناعه توفيكم بمستندات. خلي بالك واحد انا عندي ناس هتجيب لي بعض المستندات بس مش هتكلم فيها دلوقتي حضرتك. واطالب وزاره الصناعه ان هي تجيب المستندات اللي عندها واقارن ده بده ونشوف الكلام ده، بس مش مجرد تجيب لي مستندات، ده لازم تجيب لي مستندات معروفه وموثوق فيها واشوف واتابع الامر ده، وبالتالي مش مجرد كلام يجيني على الورق دايما بيجينا البيانات او اي حاجه ثانيه، لا ده لازم امور تكون موثقه ومعروفه وداخله فين وخارجه منين. طيب معلش عندي سؤال محدد، يعني خطبت وزير الصناعه ورد ولا لا؟ لا يا فندم انا لسه مقدم الطلب ده امبارح بس. لسه طيب. لا انا لسه مقدمه والسيد الدكتور رئيس المجلس الصناعه وان شاء الله يعني بالتفاهم مع السيد رئيس اللجنه ومع اعضاء اللجنه وامانه اللجنه ان شاء الله خلال الاسبوع القادم او بعد القادم يعرض على اللجنه وياخد فيها قرار نهائي وسريع ان شاء الله. بشكرك استاذ مؤمن عزوز عضو لجنه الطاقه والصناعه.